السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ مش أخباركم؟ إن شاء الله بخير. فيديو اليوم حنسوي لكم تحدي بوصفات الشوكولاتة الأمينيمز. قررت اليوم أسوي لكم وصفات غريبة من عندي، وعشان ما أطول عليكم أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ويلا نبدأ بأول وصفة. أول شيء عندي كيك جاهز سويتز، وحبيت في الفيديو اليوم أسوي أشياء من أفكاري وأغير شوية من وصفات المتابعين، بس في فيديوهات جاية حسوي فيها وصفات المتابعين. وأول شيء أخذت الكيك وحطيته على بعض، وبعدين حقطعه وأخليه زي المثلث. وحضيف عليه الكريمة مخفوقة وصوص حق الفراولة الحامض. لما خلصنا من الكيك ضفت عليه الإمينيمز وشكلته بطريقتي، وهذا شكلها النهائي. وخلينا نشوف الطعم كيف. مرة لذيذ، أعطيه من 9 على 10. وعندنا في الوصفة الثانية الآيس كريم بالفانيليا، هنحطه في الصحن وحنضيف عليه الرول أبس. وحنضيف عليه الإمينيمز وحندخله للتلاجة. وبالنسبة للطعم مرة من 9 على 10، مرة لذيذ، وهذا شكله النهائي. والحين عندنا وصفة الشوكولاتة اللي مرة أحبها بشكل مو طبيعي. أخذنا الشوكولاتة الإمينيمز حتى شكلها يفتح النفس، وضفت عليها الحليب وحنحطها في ماكينة القهوة زي ما انتو شايفين، ونخليها لين تذوب، وهذا شكلها النهائي. وبالنسبة للطعم وحنحرك شوية الشوكولاتة قعدت تحت، والحين نشوف الطعم. مرة لذيذ، من 10 على 10. والوصفة اللي بعدها عندنا حلى الكاسات الترند. حنضيف بسكوت الشاي مطحون وحنضيف عليه الكيك عادي، وكمان حنضيف عليهم الشوكولا بالحليب. وحنرجع نضيف كمان البسكوت الشاي، ونفس ما سوينا في الأول الكيك العادي، وبعدين كمان حنزيد عليهم الحليب بالشوكولا. وآخر شي حطيت الشوكولا جلاكسي، والتزيين حنضيف عليهم الإمينيمز. وبالنسبة للطعم أعطيها من 8 على 10. والحين عندنا وصفة الدونات بالإمينيمز. حنحط الدونات على الشوكولاتة وبعدين حنحطها على الإمينيمز زي ما انتو شايفين، وهذا شكلها النهائي. خرجناها من التلاجة وأعطيها من 10 على 10. أنا من عشاق الدونات، ما أقدر أعطيها أقل. وعندنا آخر وصفة الموز بالشوكولاتة والإمينيمز. أخذت الموز وقطعته زي كده، وأخذت الإمينيمز
وحنضيف الموز في الشوكولاتة وحنضيف عليه الإمينيمز. وهذا شكله النهائي من 10/10. وهنا حنكون خلصنا الفيديو، أتمنى إنه عجبكم وشاهدتوه للأخير، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.